إذا مشاهدينا الكرام، هذه لحظات أكيد جميلة ولحظات مناسبة لانطلاقة أخرى وتواصل آخر في هذا المساء. في هذه اللحظات ينطلق الشوط العاشر خاص بالأبكار المهجنات الأصايل. الشوط العاشر الذي ينطلق مشاهدينا الكرام بأعداد كبيرة ومثيرة في هذا التحدي وهذا المشوار. 64 بكرة تشارك في انطلاقة هذا الشوط. التوفيق نتمنى لكل الأخوة المنطلقين من الأخوة المضمرين المثابرين والباحثين عن النجاح. صدارة الشوط إذن والمركز الأول أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء، انطلقت الآن الشاهينية. الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على أول المراكز. يضمر الشاهينية أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، بينما اللي وصلت في المركز الثاني هناك من خلال هذه اللحظات وثاني المراكز الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر سيف بن أحمد بن خريده يتواجد معاها في التضمير المركز الثالث. اللي واصل الآن الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر والمتابع التضمير مشاهدي الكرام سري بن سالم بالعرطي الحميري تحتل المركز الثالث. المركز الثاني هناك تغيير وهذه الشايبة اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم المضمر المتابع تيج بن سالم بالعرطي الحميري. والمركز الرابع من الجانب الآخر مشاهدين الأعزاء لسمو الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان الهيان، والمضمر والمتابع أحمد بن سلطان أحمد بن مطر بن مايد الخيالي اللي يحتل المركز الثالث في هذه الأثناء. مشاهدينا الأعزاء النقلة على المركز الرابع وصلت الآن جبارة اسمه الشيخ حمدان بن هيان آل هيان، والمضمر حمدان بن حمد الرميدي يحتل المركز الرابع. المركز الخامس هنا تأتي الظبي من هجن العاصفة، المضمر حمد بن راشد بن غدير المركز الخامس. هناك شعار اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، المضمر عبيد بن محمد بن ضبيعة هو المركز السادس. انطلاق شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المضمر والمتابع سالم بن فاران المري، بينما المركز السادس هناك لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد آل سعود، والمضمر المتابع لانطلاقة يا سلام ينطلق هذا الشوط، ولكن يختلط الحابل في النائب بن عبد الرحمن بن سلمان العتيبي اللي ضمرها. إذن تنطلق الآن الشاهينية على المركز الأول وتخرب أكيد بداية هذا الشوط وهذه المنافسة القوية. انتزعت المركز الأول وحصدت حتى هذه اللحظة المركز الصدارة والشاهينية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد آل سعود. هناك عبد الرحمن بن سلمان العتيبي المركز الثاني، وصلت الشاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، ولكن نشوف المركز الثالث. هناك مرور على المركز الثالث وتقدم، وهذه اللي مره الان هذه اللي في المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء انطلقت هذه عدل تعود ملكيتها لسمو الشيخ لسعاده الشيخ خليفه بن محمد ال ثاني، والمضمر راشد بن بطي الزعبي في هذا اللقاء من خلال هذه اللحظات. بينما المركز الرابع نشوف المركز الرابع هناك في هذه اللحظات في رابع المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، يضمرها السالم بن فاران المري المركز الخامس. هناك تغيير وانطلاق الذهيب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر السعيد بن عبيد الحميري اللي غيرت وانتزعت المركز الرابع. الظبي في المركز الخامس من هجن العاصمة ومشاهدين الأعزاء، ولكنها أكيد شوط مليء بالأسماء مليء بالأبكار المهجنات. احتلت المركز الخامس مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب، هذه الشاهينيه ضمير عبيد بن محمد بن ضبيعه في المركز السادس. والمركز السابع اللي واصله الان غاره لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب، والتضمير لعبد الله بن ثعيل بن هاجري. اما المركز الثامن فهناك انطلاقه مشاهدينا الكرام وتحدي اخر من شعار سمو الشيخ خليفه بن سلطان بن حمدان ال نهيان، والمضمر احمد بن مطر بن مايد الخيالي الظبي تحتل المركز الثامن. المركز التاسع وصول من خلال هذه اللحظات وهذه الذهيبه
مشاهدينا الاعزاء بالمركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايدان مكتوم، بينما المركز العاشر اللي وصلت الان مواري لهجن الرياسه مع المضمر عيسى بن سعيد الخيلي. هذه الاسماء مشاهدينا الكرام والانطلاقات والتحديات في هذا الشوط، ولكن الامور في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي تختلف عن بقيه الاشواط، لان الاعداد كثيره، الاعداد والتحديات في هذا المشوار كثيره، ولكن اكيد العدد والنوع هو نوع مميز اكيد من خلال هذه اللحظات في سن المفاجآت في هذا اليوم. نعود الى صداره الشوط، والشاهينيه سيطرت على المركز الاول، الشاهينيه لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد ال سعود، يضمر هذه الشاهينيه، يتابعها عبد الرحمن بن سلمان العتيبي، خذ المركز الاول، سيطر على المركز الاول في ظل الظروف المناخيه، لكنه مسيطر، لكنه مسيطر، يؤدي الاداء المطلوب والواجب منه. المركز الثاني هناك الشاهينيه اكيد من البدايه حتى هذه اللحظات ترافق المراكز الاولى، اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، احمد بن سلطان بن رشيد السويدي المضمر، ولكن وصلت الظبي، الظبي واصله الهجن العاصمه، احتلت المركز الثاني، ولكن هنا الله احترام، واصل احترام لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب المضمر عبد الله بن نايف الهاجري، ياتينا في المركز الثاني، المركز الثالث الظبي الهجن العاصفه والواثق حمد بن رايد بن غدير، المركز الخامس سعود الشاهينيه اسمه الشيخ حمدان بن رايد المكتوب، احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، المركز السادس الذهيبي اسمه الشيخ مكتوب بن حمدان بن رايد المكتوب، سعيد بن عبيد الحميري، المركز السابع هنا وصول اخر جميل وتحدي مميز في هذا الانطلاق، وهذه مشاهدينا الاعزاء من خلال هذه اللحظات، ولكن نعود الى صداره الشوط، نعود الى الشاهينيه، نعود الى شاهينيه، ويلا يلا هي العتيبي، هذه شاهينيه لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود، لا زال يسيطر، لا زال محافظا على هذا الاندفاع، وعبد الرحمن بن سلمان العتيبي يتجول في المركز الاول، ما اصدر اوامره، البكره تنطلق، الذلول تنطلق، الشاهينيه تحاول تتصدر المجموعه، المركز الثاني هناك شعار يتقدم ويتدخل من خلال هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، هذه لجنه الرئاسه، الرئاسة تتقدم مع شقرة وحمد بن شطيط الوهيبي، واكيد نقول وين السلام في هذا الشوط اهالي الحمادة في المملكة العربية السعودية، وتنطلق الشاهينية، اسعد الله مساكم، اسعد الله مساكم من هنا من ميدان المرموم تحفة ميادين السباق التي تزخر اكيد بهذا الموسم بهذه الاسماء، هذه النوعيات الفاخرة، تهانينا والناموس لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود على فوز الشاهينية بالمركز الاول، وتهانينا مضمرها عبد الرحمن بن سلمان العتيبي، المركز الثاني شقره لهجن الرئاسه، المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء هنا تاتي العنود لهجن العاصفه، المركز الرابع شاهينيه سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، المركز الخامس ذهيبه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم، المركز السادس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، والسابع هناك تاتي مشاهدينا الاعزاء الظبي من هجن العاصفه، بينما مشاهدينا نترك البقيه للاخوه اعضاء لجنه خط النهايه. نعود بالمتابعه، نعود بلحظات التفوق الاخيره، ولكن اكيد الشاهينيه تهدي اهل المملكه اجمل سلام وتحيه واحترام في هذا المساء، هذه الشاهينيه لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود، 7 دقائق 40 ثانيه جزئين من الثانيه، ثانيه مضمرها عبد الرحمن بن سلمان العتيبي على هذا التواصل اكيد وهذا الانطلاق، المركز الثاني شقره لجنة الرئاسه 7 دقائق 40 ثانيه 6 اجزاء من الثانيه، الثانيه للمضمر حمد بن شطيط الوهيبي، اما المركز الثالث ايها الحضور الكريم مشاهدينا الاعزاء كانت العنود حاضره من هجن العاصفه 7 دقائق 42 ثانيه جزئين من الثانيه، ثانينا والناموس محمد بن راشد بن غدير.